السلام عليكم. إن شاء الله راح نبلش بشرح آخر شابتر بالمادة اللي هو عن التلوث الهوائي اللي هي Air Pollution. هذا الشابتر راح نتكلم عن أكثر من مصدر، عن راح نتكلم عن مصادر التلوث الهوائي، ومن وين المين بوليوتنت أعلى الملوثات، وإحنا كيف نقدر نعمل له كنترول. يعني زي لما كنا نحكي عن المياه، حكينا عن الكواليتي، عن المصادر، حكينا عن شو الملوثات الرئيسية، بعدين حكينا عن التريتمنت اللي هي الكنترول تكنيك. نفس الشيء بالهواء، الهواء شيء منعزل لحاله. هسه فعليا هو اغلبه من مصطلح كونسبت، فهم مع حفظ، مش حل كأرقام. يعني شو الاشي اللي بيعمل كذا، شو الاشي ممكن يسبب كذا. انت هيك حفظك راح يكون لهذا التشابتر. فان شاء الله راح نبلش بالاير بوليوشن، نحاول نخلصه على فيديوهين مع حل الاسئله مره واحده، انهي لانه حل الاسئله ما في حل، يعني حكي ما راح يطول. طيب تمام، نحكي نكتب اير بوليوشن. نحكي اول شيء عن air pollution are problem بشكل عام، يعني are different scale. يعني انا في عندي اكثر من scale معين مختلفات فيها مشكلة تلوث الهوائي. اول مشكلة اللي هي indoor air pollution problem، يكون بالداخل مثل home and work environment. يعني أنا indoor air pollution هي هواء بيكون تلوث مكان داخلي مثل المنزل أو مثل مكان عمل أو سكن، يعني مثل مصنع. المصنع يعتبر indoor air pollution. في عندي ثانية اللي هي local scale، يعني محلية، تكون محلية. يعني مثلا مصنع بيطلع أدخنة أو مثل الكسارات، هي مثلا air emission source. واكبر مثال عليه الكسارات، كسارات المصنع، مصنع طلع ادخنه كثير بيعمل لي تلوثات. تلوث عم يكون على مكان محلي، يعني محافظه تمام، محافظه. في عندي ثلاث regional scale. regional scale بيكون مثلا مدينة كاملة، مدينتين متجاورات. هي مثلا مثل عملية اسمها الفوتو، نروح ناخذها بالتفصيل. فوتو كيميكال سموغ او اسيد طر حمضي تدرين. في عندي الجلوبال سكيل، يعني مكان عام جدا، يعني مثلا دولة يعني مليون محافظة، مثل أوزون بي ديشن اللي هي انحلال الأوزون والجلوبال وارمينج، كثير سمعنا فيها، اللي هي جرين هاوس افكت. احنا راح ندرس الشغلات، راح ندرس الاندور، راح ندرس الجلوبال، راح ندرس هاي الشغلات كلها. قبل ما ندرس بدنا نتعرف على الاير اتموسفير، نتعرف على ارث اتموسفير، يعني كيف احنا بتحدث تلوث بدون ما نعرف الجو من شو بتكون. بكل بساطه الجو بتكون من الهواء الجوي، من نيتروجين بنسبه 78%، وهي حكيناها بالشابتر الكيمستري اذا بتتذكروا. ونحن وحكينا عن الغاز الاكسجين بتكون بنسبه 21%، وحكينا عن الارجون بتكون بنسبه 0.93. هو تركيب الاتموسفير، هذول المركبات لا تتغير ابدا، يعني دائما ثابته. اللي بتغير هم جرين هاوس غازز، اللي بيعملوا global warming هي احتباس حراري. الاشي اللي بيعمل لي احتباس حراري وبتغير، شو من الغازات اللي بيعمل global warming؟ اللي هي اكسيد الكربون، اللي هي ميثان،
هي غازات الـ NOx عندي غازات الـ SOx مي H2O. طلع الفرق ايش بيعملوا؟ احتباس حراري. خلينا نشوف ايش اللي حكيناه بالسلايدات ولا لا. اللي حكيناهم الـ Earth مكونات الهواء، بس احنا فعليا يعني طلع هذول ثابتين 72%، 21، 93%، هذول لحالهم بشكلوا 99% من الهواء. نشوف هذول كلياتهم بشكل 1%، هذول كلياتهم بيعملوا احتباس حراري وبتغيروا. The most of value of table R unchanging ما عدا greenhouse effect. Earth atmosphere is divided into horizontal layer، طبقات الأتموسفير، طبقات الهواء الجوي، layers of Earth atmosphere. عند الطبقة الأولى troposphere، الطبقة الثانية stratosphere، الطبقة الثالثة mesosphere، عند الطبقة الرابعة thermosphere. هاي الأربع طبقات راح نشرح كل واحد. تمام، نتكلم عن الطبقة الأولى، طبقات الهواء الجوي. عندي أكثر من طبقة، نتكلم عنهم. الأولى التروبوسفير. التروبوسفير بقول لك هاي هي طبقة الطقس، بقول لي هاي تشكل 80% من الأتموسفير. بقول لي درجات الحرارة أقل 5-7 درجات كل كيلو متر. كل ما أطلع أنا كيلو 5 درجات، بتكون أكثر من 80% من كتلة الأتموسفير. بحكي لي، شوف هاي الجملة، بحكي لي at mid altitude تند 10-12 كيلومتر أوب ال كيود أوف تيبيكال أو ميكال إير خط الاستواء. احكي لي، احكي لي عند خط الاستواء تقريبا، قول لي التروبوسفير من 10-12 كيلومتر، الاتبولز بالاقطاب تمتد من 5-6 كيلومتر، احكي لي بالاكويتر 18 كيلومتر، هيك بتمتد. خلينا نشوف هذا الحكي مع بعض. طبعا الحكي هون مكتوب كلياته هون وهون، كلياته مكتوب بس انا شرحته اول شيء لحال، نشرحه على الرسمة. احكي لي اول شيء طبقة التروبوسفير، هاي طبقة التروبوسفير، ها لأول إشي إنه كل ما أطلع كيلو درجة حرارة تنقل من 5-10 درجات. يعني هاي الالتيتيود، طلعت 10 كيلو، لما طلعت 10 كيلو قلت كم درجة؟ قلت تقريبا 70، من 5-7 درجات. شوف درجة الحرارة بتقل طبقة التروبوسفير. تمام، يعني هاي شرح المنحنى. في طبقة 2 هي ستراتوسفير. طبقة الستراتوسفير فيها بتشكل 13.99%. يعني أقدر أحكي إنه تروبوسفير بس ستراتوسفير تشكل 99.9%. فين كيف؟ ممكن يجي سؤال إنه التروبوسفير والستراتوسفير كان بشكل من الهواء الجوي، يقول لك 99.9. طيب بقول لي شو هاي؟ بقول لي هاي الطبقة تيبل اير فيري دراي اير، هواء كثير جاف، هواء اللي فيها جاف. بقول لي الأوزون اير كيرز ات ستراتوسفير، بس أنا بتحكي لكم شغلة هسا.
هسه اذا الستراتوسفير بحدث فيها طبقه الاوزون، يعني التروبوسفير ما بحدث فيها طبقه الاوزون، بقول لك لا، طبقه الاوزون تحدث في الستراتو والتروبو. بس حكى لي نكتبها نوت. اذا جاب بالامتحان طبقه الاوزون وين بتحدث، بتشوف خيارات كلهم طبقة طبقة، اختار ستراتو. أما إذا جاب أكثر من طبقة، يعني حكى A and B، يعني A and B بتختار، يعني كانت A هي الستراتو والB هي تروبو، بتختار A and باكم، لأن الستراتوسفير بتحدث بالستراتوسفير، بالستراتوسفير بتحدث بالستراتوسفير لما تحدث بتتكون، لما بنحكي عنها هسه إن شاء الله. تمام. بقول لي كمان البليوتنت من ماني بليوتنت ريمين many years before drift back to robosphere. يعني بحكي لي بطبقة الستراتوسفير يكون في عنده ملوثات، ظل هاي الطبقة قبل ما ترجع للتروبوسفير بتضل many years، يعني طبقة كثير ملوثة. بقول لي كمان short wave length، طول الموجة فيها قليل جدا. الترا فيولت اللي هي الأشعة فوق البنفسجية، انرجي ابسورب باي ثري او تو كوزنج اير تو بي هيتد. بحكي لي بهاي طبقة التروبوسفير الستراتوسفير في طول موجي قليل، فبالتالي الأشعة فوق البنفسجية بتمتص باستعمال طبقة الأوزون وطبقة الأكسجين، بخلي الهواء حامي، بخلي الهواء حامي. بقول لي ستراتوسفير تروبوسفير 99% حكينا عنها. نشوف إذا في إشي ناقص ما حكيناه. طبقة التروبوسفير لاحظ إنه خلال مرة الزمن راح تزيد فيها درجة الحرارة، ترجع تزيد، هي سالب 2 وصارت صفر، زاد درجة الحرارة بسبب الشورت ويف لينكث. الستراتوسفير ستيبل لاير، الأوزون هاي البليوتنت فترة طويلة مع بعض 99%. ميزوسفير اللي درجة الحرارة بتقل مع الارتفاع، بس هاي الملاحظة الوحيدة اللي عليها بتقل مع الارتفاع. ايش بهاي؟ بس الكون توصل لدرجة سالب 80، توصل لدرجة سالب 80. تمام. في هسه الثيرموسفير، طبقة الثيرموسفير، احنا حكينا في اربع طبقات، طبقة الثيرموسفير احكي لي هاي the heating the thermosphere is due to the absorption of solar energy by atomic oxygen. استعمال الأكسجين الذري بصير عندي تسخين لطبقة الثيرموسفير، يعني السبب الرئيسي لتسخين طبقة الثيرموسفير لأتوميك أكسجين أبزور. اللي وذن الثيرموسفير is a relatively dense and charged particles called the ionosphere. بحكي لي بقول لي بهاي طبقة الثيرموسفير اللي بسبب انه بصير في عندي تكاثف البارتيكل بطلع لي طبقة اسمها ionosphere. الأيونوسفير كل هاي شو بتعمل؟ تحمي راديو ويف،
كمان تعكسها على كوبو سفير، فبصير عندي اتصالات. يعني أنا كيف بصير عندي اتصالات؟ يعني اتصالات عشان اتصالات تليفون وهيك. بصير إنه الأينوسفير فقط تتكون بالثيرموسفير. وين تتكون؟ ما تتكون تعمل لي انعكاس للراديو ويف، للأشعة الموجية الراديوية يعني، تكسها وين؟ على التروبوسفير. بصير عندي اتصالات، ونعرف إنه التروبوسفير الطبقة اللي فيها الطقس. بقول لي بالإنجليزي يعني، هاي نكتبها ionosphere has an ability to reflect radio waves back to air. تمام، back to air. هذا الحكي طبقات الهواء الجوي كلياتها تاخذ بالثيرموسفير، درجة الحرارة بترجع. هسه في عندي regulation and standards، بقول لي هون في عندي قوانين تشريعات انحدثت وين؟ مشان التلوث الهوائي. تمام، هسه regulation and standards هذا راح يفضل، يعني بقول لك الكلين اير اكت بقول لك عملت هيك، الان اي كيو اس بقول لك عملت هيك، يعني هاي التشريعات حفظ مش فهم، كلياتها حفظ، ما بتحتاج اي شيء، اكتبهم احفظهم. تمام، فهذا الاشي حفظ يعني مش علي، عليك. حتى هون حتى شو بدنا نشرح؟ بدنا نشرح الاير كواليتي، اير كواليتي اند ايميشن ستاندرد. بيقول لي pollution prevention rather than treatment. And to prevent pollution need to deal with the sources. Therefore need to understand emission principle. The emission principle. يعني كيلي ملاحظة مهمة، إنه منع التلوث الهوائي أحسن وأكثر وأسهل من التريتمنت، من معالجة الهواء. مثلاً هيك مشان تمنع الهواء التلوث الهوائي بقول لك تعامل مع مصادرها، عشان هيك لازم تعرف أنت الإيميشن برينسيبل، مبدأ الإيميشن. بقول لي نظمت N A A Q S S، طبعاً هي منظمة من قوانين التشريعات. exist 6 criteria pollutant. قل لي CO رصاص والنيتروجين أكسايد والجراند ليفل أوزون والسلفر أكسايد والباركيوت ماتر. كيلي هذول في عندي ست ملوثات، أنا هزد أدرس واحد واحد وشو بيعمل بالهواء الجوي ونخلص الشابتر. تمام، قبل هيك بحكي لي إنه الكونسنتريشن، إنه تركيز هاي المواد بيكون بالملي جرام لكل لتر، هذا كله بيساوي بالبي ام. هذا إيش الكونسنتريشن لإيش؟ للمياه. هسا الكونسنتريشن للإير بيكون بي بي ام في. لما تشوف بي بي ام في، البي بي ام بشكل عام بيساوي 1 على مليون، يعني 10^6. فبقول لي انه البي ال 1 مول غاز يساوي 24.465 لتر، هذا ثابت. انه انا عندي بي بي ام في، يعني بمسك البي بي ام تقسيم 24 بوينت هاي. فمثال بقول لي الان او 2، بقول لي غاز ان او 2 في ربع بي بي ام.
لما قال لي غاز يعني هواء بي بي ام في، لو حكى لك بي بي ام وهو حكى لي انه كيلو بي بي ام في، فقول لي فايند كونسنتريشن باي ماس ات 25 سلسياس اند 1 اتموسفيريك بريشر، يعني مشان هذا الفوليوم. شو بعمل انا؟ الكونسنتريشن للان او 2 يساوي الربع بي بي ام، يعني ضرب 10 قوه سالب 6 1 مول غاز. فبدي اطلع النوكليار ويت، النوكليار ويت للان او 2 هو عباره عن 64 وبقسمه على الفوليوم لانه بي بي ام في، وبضرب 10 قوه سالب 3 مشان احوله لمتر مكعب لانه الكونسنتريشن بالمتر مكعب لانه هي ملي جرام لكل لتر، تمام؟ بيطلع معي 470 10 قوه سالب 6. يعني مشان اطلع التركيز بالجرام كل متر مكعب وبالمايكرو جرام والسوالف، فاهم ليش بالوحدات؟ المهم الاشي جرام كل متر مكعب، بقول لك البي بي ام في اضربها بالمولكيولر ويت العنصر على 24.465. تمام. هسه بدنا نحكي عن الكراتيريا اللي هم الاير بوليوتنت. اير بوليوتنت بقول لي هم عبارة عن substance that emitted directly into atmosphere. اللي هذول هم مكونات مباشرة بتروح على الاتموسفير. اللي هاي البرايم ايش هذول اسمهم؟ اللي primary. بقول لي عندي secondary pollutant. بقول لك compound resulted from different physical or chemical reaction take place in the atmosphere. تمام؟ secondary pollutant منتجه من physical أو chemical reaction من اللي primary بشكل عام. البوليوتنت هسا نحكي عنهم واحد واحد. بدنا نحكي عن الأول، عن الكربون مونوكسيد اللي هو CO. كربون مونوكسيد يقول لي it is produced as resulted of incomplete combustion of a fuel yielding CO instead of CO2. كيلي هذا بتكون المونوكسيد من الحرق الغير مكتمل، الحرق الغير مكتمل بنتج لي CO بدل CO2. تمام. بحكي لها هسه بشكل عام شو هو الانكمبليت كومباكشن. كومبليت كوم كيلو هو عبارة عن when of the following four variables are not kept sufficiently high. احكي لي complete convection هو لما يحدث أربع من الأربع عوامل اللي بدك تكتبهم ما بكونوش هاي. الأول أكسجين سبلاي لما ما يكون عندي أكسجين كافي. اثنين كومباشن سبلاي. ثلاث غاز ريزيستنس تايم أور هاي تمبرتر أور كومباشن number turbulence. هذول الشغلات إذا ما كانوا كافيين بيعملوا لي incomplete combustion. تمام. بيقول لي can reduce O2 in body، يعني وجود CO يقلل الأكسجين بالبادي causing harmful effects on the brain. بقول لك بعمل لي مشاكل بالعقل
والقلب. تمام، ديروا بالكم الكربون مونوكسايد بيعمل لي تلوث بالعقل وبالقلب، بموتهم يعني. يقول لي اوفر 80% اوف توتال سي او ايميشن ار فروم ترانسبورتيشن، يعني بيقول لي اكثر من 80% من السي او يحدث من الترانسبورتيشن، اكثر فيهم هو الموتور فيكل. الموتور فيكل هي الار مين لونج اذر كونستنت. يعني لو اجاني سؤال اي افضل شيء للاحتراق، يعني شو السبب الاحتراق، بقول لك هو الموتور فيكل او الترانسبورتيشن. بيقول لي السي او كونسنتريشن نير بيزي رود رينج فروم من 5، خلاص الكونسنتريشن بيقول لي من 5 بي ام ممكن يوصل ل 100 بي ام. من وين لوين؟ بيقول لي 5 بالهاي واي بوصل 100. تمام، مش بوصل 100، من 5 ل 100 بالهاي واي. بيقول لي السي او از امبورتنت بيوتنت ان اندور، فبيقول لي السي او از ان امبورتنت pollutant in indoor air as cigarette smoke contains more than 100 ppm. بيحكي لي انه CO بالمكان الداخلي، مش احنا حكينا في transportation، راح تقول لي اياه بالداخل بالاندور بالمنزل للدخان اللي بتدخنه انتو بتخرج فيه بتدخنه، بقول لي بتكون من 400 بي بي ام، او بقول لي كثره بيعمل لي تلوث بالقلب وبالعقل، يعني بتموت يعني بتنجن يعني كذا 400، مش هيك بتزهزهوا انتو. هذا ايش؟ هذا السي او، هذا السي او الكربون مونوكسيد. الكربون مونوكسيد بقول لي بنتج من هاي جين سبلاي، هاي العوامل اكثر من هاي. تمام، هسه الكربون ديوكسيد، الكربون ديوكسيد اللي هو سي او 2. تمام، نشرح الكربون ديوكسيد والباقي نشرحه في فيديو لحاله. الكربون ديوكسيد تخربطوش بين الديو والمونو، اللي هو سي او سي او 2. بيقول لي الجرين هاوس غاز مين كون كمبيوتر تو ذا جرين هاوس افكت، اللي هو الجلوبال وورمنج. بيقول لي الجرين هاوس غاز اللي هو السي او 2 هو العامل الرئيسي للجرين هاوس غاز. بيقول لي السي او 2 كونسنتريشن ان اير فاريز سي زونلي تيو photosynthesis and respiration. راح هي الجملة كثير كثير تجيب الامتحان. بيحكي لي الكونسنتريشن بشكل موسمي بيحدث من البناء الضوئي والريسبيريشن. طب يقول لي CO2 moves continually from the atmosphere into food مباشرة in السلسلة الغذائية during photosynthesis بناء الضوئي and return to atmosphere during respiration. أنا بقول لي CO2 بشكل متواصل بفوت من الأتموسفير للطعام للسلسلة الغذائية، بيستعمل في البناء الضوئي وبرجع بعملية الrespiration. تمام، هسا بدنا نشرح عملية greenhouse effect، ولا لا خلينا نشوف نتأكد إذا هي لا مش هي مش هي راح نشرح. بدنا نشرح عملية CO2 كيف بنتقل بينتقل. بحكي لي اول شيء خلال البناء الضوئي
هاي ركزوا عليها، الشرح اللي فهم يعني ما بعرفش كيف ممكن يجي عليها أسئلة، بس انتوا شوفوا كيف يعني الشرح كيف يعني ايش التلوث بالهواء كيف بيصير. هذا احنا قاعدين نشرحه. ينتقل الكربون من الهواء الى النبات. يقول اثنين، خلال الصيف والربيع النباتات تنمو بشكل أسرع، بالتالي الـ CO2 drops. لما تنمو النباتات الـ CO2 بقل. كل خلال عملية التنفس تستهلك الأكسجين وبتصنع ثاني أكسيد كربون، وهيك برجع لوين؟ للأتموسفير. يعني احكي لي اول شيء انه البناء الضوئي بيلتقى الكربون من الهواء للنباتات، اتفقنا، بس خلال الصيف والربيع بتنمو النباتات فبقل السي او 2، بعدين بالتنفس بستهلك الاكسجين وبرجع بكون سي او 2، تمام. هسه اذا معدل التنفس اعلى من معدل البناء الضوئي، وهذا متى يحدث؟ بالشتاء. الشتاء من التنفس اعلى من البناء الضوئي، فايش بزيد؟ ثاني اكسيد الكربون، تركيز ثاني اكسيد الكربون، تركيز ثاني اكسيد اعلى مقدار الثلث على ما كان عليه قبل الثورة الصناعية. والسبب هو burning of fossil fuel 2 industrial activities. هاي CO2، هذا CO2 هذا كل شيء عنه في البناء الضوئي، شو كيف بتسبب، وثاني اكسيد الكربون كيف بيزيد وكيف بقل. وهذا الاشي اللي بدنا نحكيه هاي الرسمة. CO2 تركيزه بقل وبيزيد، بقل وبيزيد، بقل وبيزيد. متى بقل CO2 عند الربيع والصيف، اما الشتاء بيزيد. هتلاحظ انه عند الثورة الصناعية، توقع الثورة الصناعية هون زاد تركيزه مقدار الثلث، يعني شوف قديش كان هون، شوف قديش كان هون. بسبب ايش؟ بسبب الثورة الصناعية، والسبب هو البيرنينج اوف فوسيل فيول والاندستريال اكتيفيتي. هذا الاشي اللي شرحته بالعربي during photosynthesis، وهي المعادلات الكيميائية، هاي معادلات التنفس. هسه شو بدنا نشرح؟ بدنا نشرح عن المركبات الجرين هاوس جازز. نشرحهم فيديو هذول لحال، نشرح عنهم لحال. احنا شرحنا اول شيء عن اول اثنين، هسه نشرح عن الجرين هاوس جازز كيف بيحدث عملية التلوث الحراري. قبل ما ننتقل للسي اتش 4، قبل ما ننتقل للسي اتش 4 بنتكلم عن الجرين هاوس افكت. يعطيكم الف عافية.